أمير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون سيدنا؟ بارك الله فيك، تفضل. الله يسلمك سيد. هل يحق للمرأة حق الغائط والحاضر من زوجها وهي على رنتها؟ هل يحق للمرأة أن تطالب بمهرها؟ اي نعم. الحاضر والغائب. هل أسألك سؤال يا أمير، هل 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 في العقد، تسمعني لو لا أكو وشوشة عندك؟ أسمعك سيدة. أسمعك. أترك التلفزيون بابا، ابتعد عن حتى أتكلم معك بشكل واضح. ابتعد عن التلفزيون. هل كتبت في العقد أنه المهر الغائب للمرأة أن تطالب به، يعني تقول أنه الحاضر هالقد والغايب عند المطالبة، مطالبة الزوجة، أو حددت وقت معين؟ هو على المطالبة، يعني هي مطالب. على المطالبة. جيد جيد جيد، أشكرك يا أخ أمير، أشكرك، حياك الله. نعم، مرأة تقول يا بتزوجتني زين، أنطيني مهري، أنطيني مهري، أنا ممكنة نفسي وأنا مطيك نفسي، أنطيني مهري. سيدنا مو لازم المهر بعد الطلاق، المهر بعد ما تموت؟ لا، مو هالشكل. الحاضر والغائب أنا أقدر الآن أطالبه، أقول أعطيني مهري يا ابن الحلال. فيجوز للمرأة أن تطالب بمهرها، ويجب على الزوج أن يعطيها مهرها إذا كان متمكنا، إذا كان متمكنا. إذا ما متمكن يقول يا ابن أعطيني مهلة فنظرة إلى ميسرة، لأن ما عندي بيني ما بين الله. إذا عنده لازم ينطيها.